بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا الجميع الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. ثم إن أصل الأصول وأهم وأوجب وأعظم ما يعتني به المسلم هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: أصل التوحيد هو معرفة أسماء الله جل وعلا، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هذه المعاني، معاني هذه الأسماء، والتعبد لله جل وعلا بها، ودعوة الله جل وعلا بها. ولذلك الله جل وعلا خلق الخلق من أجل أن يعبد جل وعلا، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الرسل سبحانه وتعالى من أجل أن يفرد بالعبادة، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الإيمان لا بد أن يكون إيمانا وإقرارا وتصديقا وجزما لا شك فيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة، وفي رواية: غير شاك دخل الجنة. هذا الإيمان أمر عظيم، وكل آية في القرآن فيها الأمر بالإيمان، فإن أصل الإيمان فيها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجود الله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى موجود، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وتشمل أنه الخالق، المالك، المدبر، الرازق، المحيي، المميت، كل ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى وأنه المألوه المعبود المستحق للعبادة جل وعلا، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. والإيمان بأسماء الله وصفاته، والإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف معاني هذه الأسماء وأن تتعبد لله جل وعلا بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء أن تعدها 99 اسما، تقول الاسم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، إلى أن تصل 99، ثم تعرف معنى هذا الاسم، ثم تتعبد لله عز وجل بهذا الاسم. ومن ذلك مثلا الرحمن، هذا من أسماء الله جل وعلا، وهو يتضمن صفة الرحمة له سبحانه وتعالى، وتتعبد لله عز وجل أن تدعو الله عز وجل أن يرحمك. القوي، ويتضمن صفة القوة، وتسأل الله عز وجل أن ينصرك باسمه القوي. الرزاق، ويتضمن صفة الرزق، فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده، وتسأل الله عز وجل الرزق. ولذلك سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، اشتملت على الإيمان بالله عز وجل بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله، لله يعني لله جل وعلا، هذا اسم الله عز وجل الأعظم، وهو يتضمن الألوهية، فهو الإله، الإله المعبود الذي يستحق العبادة جل وعلا. رب العالمين، هذه الربوبية، فكل ما سوى الله عز وجل فهو عالم، فهو من العالم، والله عز وجل خالقه ومالكه والمتصرف فيه المدبر له جل وعلا. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله جل وعلا، تضمنت صفة الرحمة المتعلقة بالله جل وعلا، وأن الله عز وجل رحيم بعباده المؤمنين. مالك يوم الدين، وهذا من أسماء الله جل وعلا، مالك يوم الدين، فهو سبحانه وتعالى المالك جل وعلا.
إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه الألوهية، يعني نخصك يا الله بالعبادة، فلا نعبد إلا أنت جل وعلا. وإياك نستعين، الاستعانة فرد من أفراد العبادة، لكن نص عليها لأهميتها. وهذا الإيمان كل ما يقوى في قلب العبد يتحقق له الثمار العظيمة، منها أنه لا يصح إسلام عبد إلا بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإذا آمن بالله عز وجل صار مؤمنا، أما من لم يؤمن بالله فإنه ليس بمؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان، أول أمر ذكر في الإسلام وفي الإيمان هو ما يتعلق بالله جل وعلا، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال في الإيمان أن تؤمن بالله. أيضا من ثمار هذا الإيمان أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من ثمار هذا الإيمان ولاية الله جل وعلا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكما سبق ذكرت لكم قبل قليل كل آية فيها الإيمان أصل الأصول فيها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النصر إنما يكون من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل أخبر بالبشارة لأهل الإيمان، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أيضا الإيمان قال الله عز وجل عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون لما تأتي من مستقبلات الأمور في الدنيا وفي الآخرة ولا يحزنون على ما مضى. وقال في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، نعم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أيضا هذا الإيمان يعصم الإنسان من الوقوع في الذنوب والكبائر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذن الإيمان وأعظمه الإيمان بالله يمنعك من وقوع في الذنوب والمعاصي. إذن كل ما قوي إيمانك بالله جل وعلا كان لك الحسن، وإذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا ولهم الأمن في القبر ولهم الأمن في الآخرة. وبعكس ذلك إذا ضيعوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى من الكفار لا يكون لهم أمن لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة، وإذا ضعف الإيمان تحقق لك من الأمن بقدر ما معك من الإيمان. وفي آيات وأحاديث كثيرة الحث على فعل الطاعات يسبقه الإيمان بالله واليوم الآخر، قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن يربط النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على فعل الطاعات بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويقول جل وعلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه كلمة التوحيد مثلها الله عز وجل بشجرة طيبة، هذه الشجرة الطيبة لها يعني ثبات في الأرض وأصول ولها ساق ولها فروع، وهذه الفروع تنتج الثمار.
كما أن كلمة التوحيد لها أصل وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولها ساق وهو الإخلاص، ولها فروع وهي الأعمال الصالحة، ولها ثمرات في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في الدنيا يحصل الإنسان الطمأنينة ويحصل الهداية ويحصل الاستقامة إلى غير ذلك. وفي القبر إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة أهل الإيمان أهل الإسلام في النعيم في النعيم المقيم. هذا شيء يسير من آثار الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهديه إلى الحق ويهديه إلى الثبات ويهديه إلى الرضا ويهديه إلى التسليم بالقضاء والقدر ويهديه إلى كل ما ينفع في دينه ودنياه. يقول علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. إذن على الإنسان أن يتأمل في أسماء الله جل وعلا وصفاته ويعرف معانيها. وممن تكلم فيها بكلام عظيم نفيس مختصر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، سواء في تفسيره أو في كتبه الأخرى. فاقرأ مثل هذه المعاني لأسماء الله جل وعلا. حينما تقرأ القرآن وتسمع الذين آمنوا الذين آمنوا، ضع في ذهنك أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.